من البيت. لا احنا حنستقبل شيف محمود ويعني اني كنت ماشي القشايه بالبيت اي افترت علي الناس وبرياني سويت. نطبخ يلا اوكي زين اوكي هاي هسه طبعا هاي هسه والله العظيم سويتيها طبعا فجاه شهد تقعد بثانيه يمكن اللي هو خلاص اي ثانيه هذا ارتجال ما شاء الله شنو عندنا شيف ولا اي طبعا موجود شيف محمود اللي يعشق شيء اسمه شهد بدل اليوم هلا هلا وبيك شخبارك الله يسلمك وعطار وشغله ما شاء الله عليك الله يوفقك شيفنا من وين حضرتك؟ من سوريا تحية حلوة لكل أهلنا في سوريا هذا البلد الجميل اللي كثير من العراقيين حبوه وإنه ذكريات جميلة حياك الله شلونك بالعراق؟ الحمد لله مرتاح؟ أكيد هل العراق زينين؟ لو شايفين يشلعون القلب زينين طيب شو نسوي؟ مو يشلعون القلب بس طيبين حبابين اوكي شيف محمود اليوم شنو محضر شنو نطبخ لنا نطبخ لنا هي مندي لا اليوم الحلقه راح نحت راح اشوف طنطه الشوم بالله الشوم حنموت احنا نشفط ترى تعبنا يلا ما عندنا ها حلو زين انت وايد تحب شهد يقول اني شهد كنت اتمنى انه اشوفها وراح بدل طبعا اول شيء يعني شرفت بمعرفتك وقلت انك احلت عيوني بشوفتك ربي يوفقك واكرر تحيه لكل اهلنا في سوريا اكيد تحياتنا لك شيف محمود احنا راح نخليك يلا احنا نخليه يلتهي بالمكونات ونسولف بعدين ممكن